اكيد هتبقى منافسه صعبه، ان انا بتوقع ان بكره هيبقى الجو برضو حر زي النهارده، فالجيم هيبقى طويل برضو. محمد النهارده كان ذكي الصراحه، ان هو عرف يروح يلعب في الملعب الحيطه، ملعب الحيطه اسهل من هنا بكتير الصراحه، فكانت حركه ذكيه منه. وهنشوف بكره ان شاء الله الماتش هيبقى فيه ايه. طبعا بلعب مع محمد رقم واحد العالم، ما عنديش حاجه اخسرها، فان شاء الله العب سكواش كويس. والله هو ضغط نفسي اكتر من هو ضغط في الملعب. بلعب مع واحد اصغر مني ب6 سنين، الكره عماله تقف كل شويه، والعب اقف والعب، وكل شويه اقع على الارض يمسك رجليه. فمش جيم سكواش اكتر من هو جيم منتلي اكتر، يعني صعب ان الواحد يفضل مركز في واحد عمال كل شويه يموت الفراشه ويموت الدبانه ويقع يمسك رجليه ويقع على الارض. فده مش ماتش سكواش، فما قلب ماتش، فصعب يعني. والله انا بحب العب هنا، انا اصحابي كلهم هنا واهلي فطبعا انت بتلعب في مصر فيبقى ليك جمهور، فتبقى حاجه حلوه لما تيجي تلعب هنا، فطبعا لازم تموت نفسك لحد اخر كوره، وده اللي انا عملته النهارده.